خليني يعني اروح لسمير غانم، يعني ما بين سمير صبري وسمير غانم الكثير من المتشابهات والكثير من المترادفات. خلينا نتكلم عن سمير غانم، ازاي اثر وازاي اثر الحياه الفنيه في مصر. هو الحقيقه سمير غانم واحد من اهم الفنانين اللي ظهروا في بدايه الستينات. هو كان خريج كليه زراعه اسكندريه، في الوقت ده كان ابتدى التلفزيون اشارات البث اللي هي سنه 60، وكان الرحل العظيم استاذ مول المخرج محمد سالم اكتشف مجموعه من الشباب منها سمير غانم، جورج سيدهم، ضيف احمد الله يرحمه، فكون هذا الثلاثي وتبناه فتره طويله. التبني هنا هو كان بيعمل، محمد سالم كان بيعمل برنامج في بدايه التلفزيون كان اسمه اضواء المسرح. فجورج سيدهم سمى الفرقه ثلاثي اضواء المسرح. وحصل بقى ان ايه، استاذ محمد سالم هو كان بيعمل لهم، بيخرج لهم السكتشات والحاجات دي. حصل انطلاقه، يمكن هم الثلاثي اول ناس عملوا الفوازير في التلفزيون. انطلاقه حصلت بشكل كبير جدا، سواء في المسرح او في السينما او حتى عن طريق السكتشات الغنائيه، الى ان توفى الله يرحمه الضيف احمد سنه 70 في مسرحيه اسمها طبيخ الملايكه. فضل جورج سيدهم وسمير غانم، وهنا كان في تألق بشكل كبير جدا للفنان سمير غانم. بس من مبنى التلفزيون بقى عمل سمير غانم الفوازير فطوطة مع الراحل فهمي عبد الحميد. دي نقطة التحول اللي موجودة في حياة سمير غانم، ولا حضرتك شايف ان في حاجة تانية هي اللي ممكن تكون عملت بقى الشهرة الفنية الرهيبة؟ اعتقد ان هو كان يعني ليه شهرة كبيرة، ولكن فطوطة كانت انطلاقة نقلة مختلفة، وخاصة في الوقت ده، في يعني احنا بنتكلم في بداية الثمانينات، لما يعمل فطوطة بالخدع اللي كان موجودة الله يرحمه الأستاذ فهمي عبد الحميد. طبعا فكانت طبعا يعني بالنسبة لنا كانت اختراع. وفي دلوقتي اللي يتفرج عليه يقول اصل، بس احنا بنتكلم بعد 45 سنة. طبعا كانت اختراع كبير، وفعلا شخصية فطوطة حتى الآن هي بصمة للفنان سمير غانم.